لنقاش وتحليل آخر مستجدات ثورة تشرين لنهار اليوم. يحضر معنا في استوديو الرافدين الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. أهلا بكم. حياكم الله. أستاذ شاهو، نبدأ معك من إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية على التوالي في هذا الأسبوع. ما هي الرسالة التي يريد المتظاهرين إرسالها للحكومة ولإيران أيضا من خلال هذا العمل؟ تحياتي لكم. بغض النظر عن بالإضافة إلى المطالب الخدمية ومطالب الحكومية، هناك إصرار عجيب من قبل المتظاهرين تستهدف كل المصالح الإيرانية، سواء القنصليات أو مقرات الأحزاب المرتبطة بإيران أو حتى المنتجات الإيرانية. يعني نحن رأينا أيضا حملة كبيرة لمقاطعة المنتجات الإيرانية ولديها تأثير على السوق. كان هناك تدني في الطلب على المنتجات الإيرانية وانخفاض أسعارها. هذا الأمر يدل على أولا هناك شعور بأن النفوذ الإيراني والتأثير الإيراني أصبح سلبيا على الساحة السياسية العراقية. هناك شعور بأن الأحزاب المسيطرة في العراق مدعومون من قبل إيران. هناك شعور أيضا بأن لا يمكن إخراج أو لا يمكن إبعاد هذه الأحزاب عن السلطة إلا بإبعاد وإخراج النفوذ الإيراني. وبالتالي أصبح المواطن يريد إرسال رسالة مباشرة إلى هذا النظام، إلى النظام الإيراني، بأن وجوده لم يعد مقبولا داخل العراق، حتى تمثيل الدبلوماسي تماما. وأيضا الأمر الآخر المهم جدا هو أن الإيرانيين كانوا يعولون على الحاضنة الشعبية في العراق. الآن خسروا هذه الحاضنة. الآن لم يعد لديهم إلا الطرف الحزبي وطرف الميليشيات والقوة السلاح. لم يعد لديهم حاضنة شعبية يعملون عليها مستقبلا أو يعولون عليها مستقبلا في العراق. وبالتالي هذه الهجوم المستمر على المؤسسات الإيرانية أو على القنصلية الإيرانية هي الرسالة بأن الشعب العراقي لم يعد يريد هذا الوجود الإيراني، لم يعد يريد التدخل الإيراني. ويعطي هذه الرسالة للحكومة القادمة بأنه يجب أن يكون العلاقات مع إيران علاقات كدولتين مستقلتين ذات سيادة، وليس كدولة خاضعة للتعليمات الإيرانية والنفوذ الإيراني. هذه رسالة مهمة للحكومة القادمة بأنها يجب أن تأخذ بالاعتبار الغضب الشعبي أو الخصخط الشعبي على النفوذ الإيراني، وتعمل ألف حساب قبل عقد اتفاق أو قبل السماح للإيرانيين بالتدخل في الشؤون العراقية. نعم. فيما يتعلق باستقالة عادل عبد المهدي، أمس قال أن استقالته جاءت استجابة لنصيحة المرجعية ولم تكن استجابة لمطالب المتظاهرين كما قال المراقبون. لكن قبول هذه الاستقالة الآن، والعراق أصبح أمام مشهد يعني أو أمام خطوة جديدة من إنجازات الثوار والمتظاهرين، وأصبح أيضا أمام اختيار ربما يكون صعبا في الأيام القادمة لرئيس وزراء جديد بمواصفات يريدها العراقيون. بداية نبدأ في الاستقالة. يعني نحن لدينا أرقام رسمية عن 408 شهيد، والرقم في ارتفاع، وأكثر من 20,000 جريح و 5,000 معاق. استقالة عبد المهدي لم يأتي استجابة لهؤلاء، مع العلم أن استقالة عبد المهدي هو تحقيق طلب رئيس المتظاهرين، هو استقالته ومحاكمته أيضا. ولكن هو صرح بأنه استجابة لخطبة المرجعية. نحن نستغرب، هل العراق دولة ديمقراطية مدنية لديها دستور، أم دولة دينية مثل إيران أصبح الولي الفقيه كما في إيران؟ خامنئي لديه السلطة القادرة والقرارات المصيرية، هو الذي يتحكم في القرارات السياسية. يعني نحن هذه الاستجابة تدل على أنه كما وصل عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء بمباركة المرجعية بعد اتفاق سائرون والفتح، أيضا رحل بمباركة المرجعية. إذن لا يوجد تقدير لصوت الشعب، لا يوجد تقدير لهؤلاء الشهداء. البديل كما قلنا أن المطالب الشعبية منذ اليوم الأول لم يقتصر فقط في إبعاد عبد المهدي. أولا إبعاده، محاكمته لأنه مسؤول عن الفساد، ومسؤول أيضا الآن عن دماء الشهداء الذين سقطوا في الاحتجاجات. وأيضا الأمر الآخر هو المحاصصة وإنهاء هذا النظام الذي دمر البلاد وأنهى المؤسسات، وأيضا إنهاء النفوذ الإيراني. هذه الأمور لم تتحقق. أنا أتوقع أنهم ركزوا على موضوع استقالة عبد المهدي كي يعتبروه إنجازا تحقق، والإنجاز الأول والأخير لمطالب المتظاهرين، وبالتالي يهدئون الشارع ويعملون الآن هناك أيضا معلومات عن تواجد قاسم سليماني في بغداد. إيران تريد أيضا
أن تتدخل في وضع البديل لعبد العبد المهدي، وبالتالي لا يتم مس النظام المحاصصة الموجود، ولا يتم المس بالأحزاب السياسية الموالية لإيران، وأيضا لا يتم المس بالوجود الإيراني. بالمناسبة، ماذا يفعل قاسم سليماني في بغداد؟ قاسم سليماني مجرد وجوده في بغداد يدل دلالة طبيعية على أن هذا النظام نظام غير شرعي وغير وطني ولا يحمي السيادة العراق. يعني قاسم سليماني لماذا يتواجد شخص أجنبي ومصنف دوليا على أنه إرهابي يتواجد في بغداد؟ أولا تواجد في بداية المظاهرات لقمع المتظاهرين، والآن لترتيب المشهد من جديد وتولي منصب جديد. هذا يدل على أن البديل الذي طبعا نحن نؤكد أنهم لم يكونوا يقبلوا برحيل عبد المهدي إلا قبل إيجاد البديل. هذا يؤكد تواجد قاسم سليماني والتصريحات الرسمية الإيرانية. يعني قبل قليل مستشار رئيس البرلمان الإيراني يقول أمن العراق من أمن إيران، ولن نقبل بإعادة البعث أو الفوضى التي تريد أمريكا إحداثها في العراق. هذا يعني تركيز إيراني على مستقبل العراق بعد عبد المهدي، وهذا يعني أيضا أن أي بديل يطرح في هذا الوقت دون إصلاحات جوهرية أو جذرية هذا البديل يكون متفقا عليه إيرانيا، وسوف يستمر في نفس الإجراءات التي قام بها ونفس التصرفات، وحتى لو قام بإصلاحات يكون إصلاحات شكلية، لأن المنظومة بالكامل هي منظومة فاسدة. يعني حتى لو وضعنا شخص نزيه في منصب رئاسة الوزراء لن يستطيع أن يقوم بأي إصلاحات في ظل وجود البرلمان، في ظل وجود مجلس القضاء، في ظل وجود النفوذ الإيراني. الحديث عن الدور الإيراني في صناعة رئيس الحكومة المقبل حاليا، قبله ما نشر في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقالت أن إيران بدأت تفقد نفوذها في العراق. ما مدى صحة ذلك وما دلالات فقدانها للنفوذ؟ إذا عدنا للوراء عندما تم اختيار الرئاسات الثلاث عبد المهدي وبرهم صالح وحلبوسي، قائد حرس الثوري الإيراني قال سجلنا 3 أهداف في المرمى الأمريكي داخل العراق. يعني اعتبر اختيار هذه الرئاسات تسجيلا لأهداف وتحقيقا لأهداف إيران في العراق. الآن برحيل عبد المهدي تم إبطال هدف من أهداف إيران، ونحن نعلم أنه في العراق السلطة الأكثر والأبرز والأقوى هي رئاسة الوزراء. بلا شك هذا ضربة للنفوذ الإيراني داخل العراق، ولكن إذا أردنا أن نضمن تحجيم النفوذ الإيراني بشكل كامل يجب أن لا يقتصر الأمر على رحيل عبد المهدي، لأنهم ببقاء النظام ببقاء المنظومة الحالية لا يمكن أن نعتبر أن تم إنجاز شيء كبير أو يعني تم تحقيق هدف كبير ضد إيران في داخل العراق، لأنهم كما اتفق فتح سائرون على عبد المهدي الآن قدموه ككبش للفداء في سبيل إنقاذ الأحزاب والمنظومة الموجودة، وبالتالي يجي هو ضربة للنفوذ الإيراني طبعا بلا شك، ولكن يجب أن لا يقتصر على هذا الهدف إلا لتحقيق وهذا ما يبدو واضحا. المتظاهرون مصرون أن الهدف هو إسقاط النظام وعدم مشاركة الأحزاب الفاسدة، هذا هدف معلن منذ اليوم الأول، ولا أعتقد أن هناك تراجع. بلا شك المتظاهرون احتفلوا بقرار استقالة عبد المهدي لأنه بالأخير استجابة لمطالبهم وتضحياتهم، ولكن بنفس الوقت عبروا عن سخطهم لتواجد النفوذ الإيراني في الوقت الحالي لاختيار البديل، وأيضا أكدوا أنهم لن يقبلون بشخص بديل آخر من نفس المنظومة، وسوف يستمرون في المظاهرات إلى أن يتحقق التغيير الجوهري الذي خرجوا له منذ اليوم الأول. لأننا إذا عدنا للوراء تغيير الجعفري إلى المالكي وبعدها إلى حيدر العبادي وبعدها إلى عبد المهدي، دائما الوجوه التي تأتي دائما حتى عبد المهدي كان وجه اقتصادي، يقال أنه سوف يحقق النهضة الاقتصادية في العراق وأنه سوف ينقل بالبلاد نقلة نوعية، ولكن في ظل الجو الموجود في ظل البيئة الملوثة والتي لا تعرقل أي مشاريع إصلاحية لا يمكن التعويل على أي شخص، لا يمكن التعويل على أي بديل إلا بالتغيير الكامل الجذري، وهذا الأمر سابقا كان يدركه مجموعة من النخبة، الآن يدركه الجماهير. يعني الآن المواطن العادي تتحدث معه في الشارع ترى أنه يحلل الأمر ويستشرف المستقبل ولا ينطلي عليه هذه الخدعة التي تم استدامتها لمدة أكثر من 16 عام. نعم، استخدام القمع المتواصل خاصة في نجف وكربلاء وذيقار كذلك
ربما نقطة تشابه في كل هذه المحافظات أن العشائر وقفت في وجه القوات الحكومية والميليشيات. ما مدى أهمية دور العشائر في دعم مسار التظاهرات وحماية المتظاهرين السلميين أيضا؟ بلا شك الإنجازات التي تحققت إلى الآن وخوف السلطة الكبير هو الحفاظ على السلمية. إلى الآن المتظاهرون محافظون على السلمية على الرغم من استفزازات السلطة، على الرغم من انتشار الميليشيات وأيضا فصائل الأحزاب السياسية، ونرى يوميا في النجف يوميا حتى الآن قتل مستمر، ولكن المتظاهرين يرفضون الانجرار إلى العنف لأن السلطة تريد هذا الأمر. ولكن تدخل العشائر في هذا التوقيت لحماية المتظاهرين هو عامل مهم جدا، لأن المتظاهرين لا يحملون السلاح ولكن العشائر تتدخل لحمايتهم. إذا العنصر الأمني أو الميليشيائي يفكر مرتين قبل أن يطلق الرصاص على المتظاهرين، لأنه يرى أن هناك طرف الآن تحمي المتظاهرين وطرف قد تأخذ الثأر من الميليشيات أو القوات الأمنية في حال أطلقت النار بهذا الشكل. وبالتالي هذا الأمر مهم جدا في هذا التوقيت، لأنه سوف على الأقل يقلل من سقوط الضحايا، لأن الطرف الآخر الميليشياوي أيضا يحسب الحساب لهذه الأمور لتدخل العشائر، لأنه في حال تمرد العشائر على الدولة وخرجوا على هذه الميليشيات بإمكانهم طردهم من هذه المناطق ويعني فقدانهم نفوذا سياسيا واقتصاديا، وبالتالي هذا الأمر سوف يحقق مكسب للمتظاهرين وأيضا للحراك الشعبي الموجود. شكرا جزيلا لك السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، كنت معنا في الأسبوع. شكرا لكم.